قمة سوتشي الروسية الأسبوع الحالي في فعاليات لمنتدى اقتصادي أفريقي روسي. مهم جدا المنتدى ده، لأنه منتدى تقريبا أول مرة يجمع ما بين رؤساء دول أفريقية عديدة. طبعا بيتقدمهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه مصر رئيسة الاتحاد الافريقي ل 2019، وبيجمع ما بينهم جميعا وما بين بوتين الجانب الروسي. الرئيس الروسي كان بيتحدث عن أهمية أيضا هذا الاجتماع وهذه القمة، لانه هذه القمة بتفتح الأبواب لروسيا مع أفريقيا بالكامل، بشكل أكثر إنصافا للدول الإفريقية، بشكل أكثر أهمية، جسور من التواصل في مجالات كتيرة جدا ما بين روسيا وأفريقيا هتكون في هذه القمة. القمة أول حدث على المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحاد الكبرى والمؤسسات الإقليمية بيشاركوا في هذه القمة. معنا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية أسبق على التليفون للمزيد من المعلومات حول هذه القمة. أهلا بك يا فندم. أهلا، مساء الخير. مساء الخير سعادة السفير. القمة دي يعني بنكتسب منها الكثير من الأمور اللي محتاجينها، ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الأفريقي أيضا. أهم ما ستنتجه هذه القمة للدول الأفريقية هو يعني تكرار لسنة حميدة بدأنا احنا كزعماء في القارة الافريقية، ومصر طبعا دولة محورية في القارة الافريقية، والسنة دي احنا بنتولى الرئاسة. سبق ان عملنا قمة اوروبية افريقية، ودي اول القمم اللي اتعملت واللي استضافتها القاهرة سنة 2000، وشهدنا 68 رئيس دولة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر. دي كانت سابقة جيدة، لكن احنا دايما بندافع عن القارة الافريقية انها قارة رغم انها ثاني اكبر قارة في العالم، لكنها هي افقر القارات وقارة مظلومة. ودايما انا اقول رغم فقر افريقيا، الاموال اللي بتخرج من افريقيا الى الدول المتقدمة سدادا للديون وسدادا لقيمة الواردات اليها اكثر من الاموال اللي بتدخلها. فده موقف صعب وما نقدرش يستمر فيه، خصوصا ومعظم الدول الافريقية تحت خط النمو. فبالتالي بدأت مصر تأخذ على عاتقها حوار افريقي عربي، حوار افريقي اوروبي، وفي حوار افريقي صيني حضرناه. الرئيس حضر في طوكيو قمة التكاد اللي هي طوكيو مع الدول الافريقية. اذا هي سنة حميدة بنكررها بتأكيد حاجة افريقيا الى مزيد من العناية. اولا اعتدال الميزان المقلوب ضد صالح القارة الافريقية، لان التجارة اصبحت مش سبيل كافي، ونقول ان حان الوقت ان نستثمر في افريقيا عشان نشجع الافارقة على الانتاج عشان يصدروا، والصادرات تسدد جزء من واجبهم ومديونياتهم للدول الاخرى. والجديد ان مصر تدعو الى استثمار في افريقيا بخبرة مصرية، ومصر عندها ميزتين: ميزة الخبرة اللي هي ذات الكفاءة وفي نفس الوقت تكلفتها مش عالية، وأيضا إن مصر من أكثر الدول وجه مقبول لكل الدول الأفريقية بحكم التاريخ المشترك، مساندتنا لحركات التحرر من أيام الرئيس جمال عبد الناصر. بطرس غالي يعتبر من الأسماء اللي لها يعني قيمة كبيرة في أفريقيا. وبعد تولي مصر في رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت مصر تتخذ أنشطة على مستوى القمة، لأن كنا جمدنا شوية نشاطنا على مستوى القمة في العشرين سنة الأخيرة من حكم الرئيس مبارك. بنستعيد هذا النشاط، لأن احنا بقول وجه مقبول من أكثر الدول تمثيلا في أفريقيا مصر موجودة، والأفارقة يعني يتعشمون أن نعتني بهم على مستوى القمة. في محادثات يا فندم
في محادثات على جدول الأعمال هتبقى سياسية واقتصادية، منتجع سوتشي يعني سيترأس فيه بوتين والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القمة، وهي قمة روسية إفريقية طبعا بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا. ممكن يعني أخذ فكرة عن أهم ما سيتم أيضا تناوله بالتأكيد، يعني في موضوعات كتيرة جدا هتكون مطروحة. هنقسمها لملفين أساسيين. الملف السياسي والأمني هنتكلم طبعا على ما يهدد العالم كله ونحاول أن نقاومه، وهو أساسا الجريمة المنظمة. إيه هي الجريمة المنظمة؟ الإرهاب، غسيل الأموال، الهجرة غير المشروعة، وتجارة المخدرات. بنعمل تعاون كبير جدا بين كل الدول على قدر الإمكان لتبادل المعلومات لمكافحة كل هذه الجرائم. أيوه. ملف سياسي مهم، هنتكلم طبعا في المشاكل اللي موجودة في الصومال، في السودان، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، كل دي مشاكل سنطرحها، وكل طرف سيجري بدلو ونستفيد بوجهات النظر الأخرى ونعرض وجهات نظرنا. ده الملف السياسي والأمني. الملف الاقتصادي بقى كبير جدا. نلاحظ أن أفريقيا قفزت قفزة جيدة في العام الأخير. أيوه. لأنها تبنت، بدل ما إحنا عاملين ثلاث تجمعات إفريقية، إحنا أعضاء في ما يسمى بالكوميسا، الكومون ماركت أوف إيستن ساوث أفريكا، السوق الإفريقية لبلدان شرق وجنوب القارة. والكوميسا من ساعة ما نشأت جعلت تجارة مصر تتضاعف مع إفريقيا ثلاث مرات. ده أول تطور. التطور الثاني إن ميزان التجارة بين مصر والدول الإفريقية بيسجل فائض لصالح مصر. تمام. مؤتمر القمة الإفريقي اللي عقد في شرم الشيخ جعلنا نتبنى الآن منطقة تجارة حرة إفريقية تضم 51 دولة. ده هيوسع جدا بقى من التجارة البينية، وهيجعل تجارة مصر الإفريقية أفضل وأكفأ، لأن هنصدر لكل هذه البلدان بدون رسوم جمركية، وده بيضاعف صادراتنا. ايضا مصر تتبنى اننا عاوزين نستثمر في افريقيا بخبره مصريه وبتمويل صيني، ياباني، اوروبي، روسي اهو جاي جديد، والصين ابدت استعداد لهذا، وسفيرها في القاهره اعلن ان الصين ستعتمد على كفاءه الخبره المصريه في الاستثمار في افريقيا. الاتحاد الاوروبي اعلن هذا ايضا، ووافق في اخر اجتماع لوزير خارجيتنا سامح شكري في بروكسل، ان من حيث المبدأ مستعد ان يمول مشروعات افريقية بخبرة مصرية. وقال ان نحن في الاتجاه الى روسيا، نعمل ان روسيا وهي تسعى، روسيا من اقل البلدان على فكرة الكبرى تواجدا في افريقيا، يعني الصين سبقاها، الاوروبيين طبعا سواء الالمان او الانجليز او الفرنسيين سبقينها بكتير. فبالتالي روسيا في اطار توسعها الاقتصادي وصلاتها العالمية الجديدة بتستغل يعني موقف مصر المواتي لهذا، ونأمل إن شاء الله أن نخرج من المؤتمر. شكرا جزيلا سعادة السفير. جديدة. شكرا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق على التوضيح. شكرا جزيلا لحضرتك.